ومعنا من دبي مدرب اللياقة البدنية الكابتن محمود علي. صباح الخير يا محمود وأهلا بك على سكاي نيوز عربية. يعني قديش منطقي أنه نحن اليوم نعمل دقيقتين بدل أن نقوم ب يعني 30 دقيقة ونحصل على النتيجة نفسها؟ فعلا الدراسة مظبوطة، هم قصدهم التمارين عالية الشدة، يعني يبقى الكارديو عالي الشدة افضل واحسن من منخفض المقاومه او منخفض الشده، فبتحرق اكتر، بتعلي الميتابوليزم اكتر، بيبقى فيه افراز للهرمونات اكتر. المده الزمنيه فعلا قصيره عن المده الزمنيه الطويله، بس عاليه الكثافه وعاليه الشده. عاوزين نفهم المشاهدين ان الكارديو ثلاث انواع: خفيف ومتوسط وعالي الشده. الخفيف زي المشي مثلا، ممكن تمشي على الارض او على المشايه، ممكن المتوسط ممكن هروله بطيئه، والعالي الشده اللي هو السباحه بقوه او الركض بسرعه، نط الحبل. في تمرينات كتيره عاليه الشده، فتمرينات عاليه الشده بتحرق اكتر، بيبقى بتعلي الميتابوليزم اكتر وفايدتها افضل. طيب تمام كابتن محمود، يعني ربما انت خبير في هذا المجال ومدرب لياقه بدنيه، هل لك ان ترينا بعض التمارين ربما التي تحرق سعرات حراريه عاليه او يمكن ممارستها لدقيقتين بدل 30 دقيقه والحصول على نتيجه مرضيه؟ ممكن في دقيقتين نعمل تمرينات كتيره بتعلي نبضات القلب. احنا عاوزين نعرف ان الكارديو بيعلي نبضات القلب. الانسان الطبيعي نبض القلب بتاعه من 60 ل 80 نبضه في الدقيقه، الانسان الرياضي من 40 ل 50، فتخيل الفرق حوالي 20 نبضه في الدقيقه انت بتوفرها، فبتزود كفاءه القلب. ايه اللي بيحصل لما بتقلل نبضات القلب لمده في الدقيقه 20 نبضه؟ كفاءه القلب بتزيد، الدوره الدمويه بتتحسن، بتحرق اكثر دهون، الميتابوليزم بيزيد، افراز الهرمون، الدوره الدمويه نفسها بتتحسن. ممكن في دقيقتين نعمل تمارين كتيره، ممكن نركض بسرعه في نفس المكان، ده لو مثلا ما عندكش جيم. لو في الجيم ممكن تستعمل كل الاجهزه اللي موجوده ديت، اجهزه مختلفه، كارديو مختلفه من المشايه للعجله للروينج. ممكن في البيت تعمل تمرينات بسيطه، ممكن تعمل حاجه اسمها ماونتن كلايمبنج مثلا على الارض، وتعمل لمده دقيقه متكامله، دقيقة كاملة ماونتن كلايمبنج، وتاخد بعد كده 30 ثانية ريست وترجع تعمل تاني دقيقة. ممكن تعمل الراوند ده 5 مرات، ممكن تعمل مثلا سكوات عادي خالص لمدة مثلا 30 ثانية، وبعد كده تاخد 30 ثانية راحة ريكفر، بعد كده تتمرن تاني. ممكن تعمل لانجز. كل التمرينات ديت بتقوي عضلات الفخاد مثلا، بتقوي القلب، وعلى حسب. في تمرينات للبطن مثلا زي الماونتن كلايمبنج، زي البلانك، ممكن تعمل دقيقة بلانك، ممكن تعمل سوبرمان بلانك، بوش اب، ممكن تعمل ماونتن كلايمبنج. ففي تمرينات كتيره ممكن تعملها. المهم انت الفكره ان في دقيقتين تعمل اقصى جهد تقدر تعمله، تعلي نبضات القلب، بتعلي استخدام الاكسجين في التنفس، فبتحرق اكتر. نعم محمود، يعني دعني اذكر هنا مشكله لايت ويت. نعم، في مشكلة يتعرض لها الناس وخصوصا عندما يقومون بهذا النوع من التمارين المكثفة، وهي الغثيان ربما، ومنهم من يتعرض للقيأ ومنهم من يفقد الوعي. لماذا يتعرض الناس لهذه المشكلة وما هي الحلول؟ فعلا في حالات بيحصل لها كده. أنا بقول اللي هي أكيد مثلا بيجينر لسه ما تعودوش على التمارين، ممكن يكونوا دخلوا على التمرين بقوة أو بعنف من غير ما يعملوا عملية وورم أب. لازم عملية تسخين في الأول، لازم يعني يهيئوا نفسيهم للتمرين، يسخنوا المفاصل، يسخنوا برضو درجة حرارة الجسم أو القلب، فلازم وورم أب في الأول. لازم برضو يكون آكل حاجة قبل التمرين، طبعا ما يبقاش معدته مليانة، بس لازم يكون مثلا اكل حاجه اسمها الكومبلكس كارب اللي هي النشويات المعقده، بتاخد وقت طويل لغايه ما تتحرق، بتاخد وقت طويل برضو لغايه ما تتهضم، وبتزود الجسم بالطاقه والحيويه والنشاط. تمام محمود، يعني انت ذكرت موضوع الاكل اللي هو يعتبر جزء لا يتجزا من نمط حياه سليم وصحي، الى اي مدى نوعيه الطعام الذي نتناوله مهمه ايضا لتكمله او لربما كي يكون هناك قيمه مضافه للتمارين التي نقوم بها؟ ما الذي ينصح بتناوله قبل التمرين؟
لازم قبل التمرين لازم اللي هي النشويات المعقده الكومبلكس كارب، نبعد خالص عن النشويات البسيطه. لازم يبقى في اكلنا فيه السلطه، الخضار، الفاكهه تكون فريش. لازم البروتين بعناصره المختلفه. نبعد عن السكر تماما، نقلل الملح، نشرب ميه كتير. لازم يبقى اكلنا صحي ومتوازن. نبعد عن الحاجات اللي هي البروسيسنج فود اللي هي الحاجات الصناعيه، نبعد عن السكر تماما. نعم يا كابتن محمود، يعني ما هي الفتره او الوقت الانسب لممارسه الرياضه بشكل عام والمكثف منها بشكل خاص؟ يعني صباحا من دون طعام، عند الصباح، عند الريق، هل بعد العمل، هل عند الظهيره؟ يعني اي وقت انت تنصح به اكثر للقيام بهذا النوع من التمارين؟ في الحقيقه ما فيش وقت معين، الوقت المعين انت اللي بتحطه في الجدول بتاعك. لما يبقى عندك وقت، الوقت الفاضي استفيد بيه في الرياضه. في ناس بتحب تتمرن الصبح، في ناس بتحب تتمرن بالليل بعد الشغل مثلا، ما فيش التزام بوقت معين. اي وقت مناسب، لو انت فاضي افضل وقت الصبح، افضل وقت الصبح قبل مثلا ما تروح الدوام او قبل ما تروح الشغل. ممكن كمان تتمرن على معده فاضيه لو الهدف بتاعك تنزل وزن او تفقد دهون اكتر. التمرين على معده فاضيه مهم جدا، بيحرق اكتر. لازم تتنوع في اساليب التمارين، لازم تعمل كارديو بجانب تمارين المقاومه. زي ما قلنا تمارين الكارديو بتحرق فات اكتر، بتقوي عضلات القلب، اما تمارينات المقاومه بتقوي العضلات وبرضه بتحرق دهون. طيب تمام، يعني مثلا بالنسبة للسيدات، يعني أنا أعرف من نفسي أنه بحب تمارين الكارديو التي ترفع نبضات القلب لأنه أعتقد أنه تحرق سعرات حرارية أكثر، ولكن البعض مثل هاني مثلا يدافعون عن رفع الأوزان والأثقال ويقول أنه حتى تحرق أكثر. ما رأيك كابتن محمود، ما هي التمارينات التي تحرق أكثر شيء ولسيما تساعد على التخسيس بشكل أسرع؟ الاثنين مع بعض، مفيش دلوقتي اي دراسه بتقول ان هون اكتر من الثاني، بس الاثنين بيحرقوا اكتر. الكارديو مهم، بيحرق دهون وبيقوي عضله القلب، ودي اهم عضله في جسم الانسان. تمرينات المقاومه بتقوي العضلات، وده انت محتاجها، محتاج تقوي عضلاتك، محتاج تقوي المفاصل، محتاج، وفي نفس الوقت برضو بتحرق دهون، وفي نفس الوقت برضو بتقوي عضله القلب. تمرينات المقاومه يمكن البنات بتخاف اللي هي تعمل عضلات، لا صحيح. بالعكس، بنطمن البنات مش هتعملي عضلات او مش هتكبري. العضله اللي هيحصل لها اللي هي بس بتقوى من جوه، ما بتكبرش، بتقوى يعني بتبقى مشدوده، توند، تبقى فيرم، تبقى تايت، ما تبقاش ضعيفه او ما تبقاش مثلا طريه او كده، بتبقى بس مشدوده، بس ان هي تكبر ده استحاله. نعم كابتن محمود، يعني اكثر يعني تمارين مستخدمه او يعتمدها الناس لعمليه الكارديو هي ربما التريدميل والدراجه. اليوم اذا اردنا ان نستعمل هذه التريدميل التي نراها خلفك بطريقه مكثفه لناخذ اكثر يعني اكثر فائده منها، ما هي الطريقه؟ ممكن على الدراجه او التريدميل اللي هي المشايه. ممكن، هو الناس معتقده ان انت ممكن تمشي بس عليها، انت ممكن تمشي، ممكن تجري، ممكن تعمل عمليه انكلينيشن، هو ترفع الزاويه، بيبقى بيترفع الجهاز اكنك طالع مطلع او طالع جبل يعني، فبيبقى فيه مقاومه اكتر، فبتحرق بتعمل مجهود اكتر، فبتحرق كالوريز اكتر او سعرات حراريه اكتر، فبتحرق اكتر. ممكن تعمل كذا تمرين، ممكن تجري لمده دقيقتين زي ما قلنا اللي هي التمرينات اللي هي عاليه الكثافه، ممكن تجري دقيقتين وبعد كده تاخد دقيقه راحه تمشي، وبعد كده ترجع تاني تجري دقيقتين وترجع تاني تمشي دقيقه، ده بيحرق اكتر حاجه يعني. تمام، منهنيك على هالنشاط كله، وعلى امل انه نحن نكون منشطين قدك. مدرب اللياقه البدنيه كابتن محمود علي، شكرا جزيلا لك للانضمام الينا من دبي.